وددنا فعلا لو أن هذا الوزير تكون له من الجرأة أن يقابل هؤلاء المحامون وأن يشرح لهم وجهة نظرهم حتى نجيبه بالأسلوب الذي يتهكم فيه ويتنكر لهذه المهنة. بغينا نقول بأن هذا الوزير أنت فعلا جبان. بغيتي كتحدث على أمور هي أسرية وأمور هي شرع، بغيتي تحلل ما حرم الله وتحرم ما حلله الله، بغيتي أنك تطغى على هذا المواطن هذا بجميع الأشكال، كتدخل ليه من الجانب الاجتماعي، كتدخل ليه من الجانب الأسري، دخلتي ليه حتى في العقيدة ديالو. المطولين اتخذ له شكلا من صفحتي لكي يجيب المحامون، وددنا فعلا لو أن هذا الوزير تكون له من الجرأة أن يقابل هؤلاء المحامون وأن يشرح لهم وجهة نظرهم حتى نجيبه بالأسلوب الذي يتهكم فيه ويتنكر لهذه المهنة من خلال تصريحاته العشواء والتي يصرح بها من داخل حزبه ومن داخل ندوات صحفية لا تمثل المحاماة ولا تمثل نظرة تشاركية لجموع المحامين. بغينا نقول بأن هذا الوزير أنت فعلا جبان، لأنك فعلا لو كنت بالأحقية التي أنت فيها وكنت بالمصداقية التي أنت فيها وكنت لم تكن لتتواطأ على مهنة جعلتك في ذاك المنصب أن تكون أمينا عاما، فبسبب مهنة المحاماة ومسيرة مهنة المحاماة و30 سنة أعتقد قضيتها في مهنة المحاماة هي من جعلتك أن تكون في ذاك المنصب الذي تتبوأه حاليا داخل الوزارة والذي تتبوأه داخل ذاك الحزب. يعني للأسف حيث ممكن نقولوا كل واحد كتكون اهل مكه ادرى بشعابها، حتى الصحفيين ما يمكنش انك تتكلم على المشاكل ديالهم اللي كيعانيوها داخل المجلس الوطني للصحافه الا وخاصك تتكلم مع الصحفيين وتعرف شنو هي المشاكل اللي كتكون ظاهريه اللي كيشوفوها الناس ثم الباطنيه اللي ما كيقدروش انهم يتحدثوا فيها. اي واحد الا ما عودش لك على المشكل الداخلي ديالو داخل الاسره ديالو داخل البيت ديالو ما يمكنش تجي انت وتنبأ ليه بحلول وانت ما كتكونش عارف شنو هي فعلا الماساه والمعاناه التي يعيشوها. مهنه المحاماه عندها واحد الخصوصيه، مهنه المحاماه تقدم خدمات فعلا للمواطن المغربي، مهنه المحاماه ليست وظيفة عمومية، مهنة المحاماة ليست وظيفة لدى الوزارة أو لدى الدولة أو لدى الحكومة باش أنك تجي كتفرض عليها واحد الأمور اللي هي جزافية والأمور اللي هي خيالية وأمور اللي ما كتمتش تلي الحقيقة بصلة. ملي غادي تجي عند محامي وغتفرض عليه واحد النوع من الضريبة فأنت مباشرة تفرضها على المواطن المغربي ماشي كتفرضها على المحامي، لأن المحامي كياخذ الأتعاب ديالو من عند الموكيل، فالموكيل ملي غادي يجي إضافة للمصاريف القضائية اللي غادي يكون ملزم باش يخلصها باش يوضع المقالات ديالو وضع الشكايات ديالو وضع التظلمات ديالو من اجل استصدار حكم يكون في الصالح ديالو وكيكون هو الضحيه فيه، فضروري دابا غادي نوليو حنايا ملزمين الى هذا المشروع هذا طبق غادي نبداو نفرضوا على الناس هما الضريبه والاداء ديالها، وغادي نوليو نقولوا للناس بانه راه المستحقات ديالكم راه غتولي حتى هي فيها واحد النسبه اللي غادي تولي كتمشي للدار ديال الضريبه. فهذا هو اللي نرفضه وهذا هو علاش حنايا واقفين طيله هذا الشهر هذا، وهذا الشيء اللي بغينا نوصلوا حنايا للوزاره تراجع نفسها أن تراجع نفسها وأن تحدد مطالب التي تكون في صالح العام لهذا المواطن المغربي وأن تحدد ما هو معقول بالنسبة لمهنة المحاماة. نريد فعلا نساعد المواطن المغربي ونساعد هذا البلد ونكون مساهمين من أجل الرفع من المستوى المعيشي لهذا البلد، لا أن نساهم كمهنة المحاماة في تفقير وتهميش والضغط وحرمان المواطن المغربي المولوج للعداله. ان المحامون في شعار ارحل. دابا هي مساله ديال الارحال كتكون دائما لواحد الشخص اللي كيكون في واحد المنصب معين ولكن كيكون هذاك المنصب ديالو او بسببه يطغى ويتجبر على بزاف ديال الامور التي ليست هي اللي في الصالح العام. ما كنشوفوش غير المحامي، حنا شفنا جميع المهن الحره حاليا وقوفها امام البرلمان تطالب برحيل الوزير لانه ما خداش هذيك النظره التشاركيه وما تشاورش مع الناس وما تحدثش مع الناس وما جلسش مع الناس باش يعرف ما لنا وما علينا من اداء واجبات والتزامات تجاه بعضنا البعض. حتى حنايا عندنا أمور ونطرحوها على الدولة وعلى الحكومة أنها توفرها لهذه المهنة هذه وتوفرها المواطن وتوفرها من خلال الأحكام اللي كاينة داخل المحكمة، فبالمقابل خاص تكون شي حاجة اللي هي متبادلة وتكون واحد الحاجة اللي هي معقولة حتى نساهم في تنمية هذا البلد، إنما تكون أنت وزير في واحد المنصب وما قادرش أنك
ضبط، لان هذه اول حكومه احنا كنشوفوها في هذه الاغلبيه هذه. شفنا جميع المهن الحره كلها نزل الشارع، شفنا بان راه ما يمكنش عام واحد ديال 2023 باغي تنزل فيه المشاريع ديال القوانين ديال البلاد كامله، ما يمكنش. كتحدث على قانون جنائي ومسطره جنائيه وكدير واحد التصريحات جزافيه هنا وهناك، وليتي كتحدث على اموريه اسريه واموريه شرع، بغيتي تحلل ما حرم الله وتحرم ما حلله الله، بغيتي انك تطغى على هذا المواطن هذا بجميع الاشكال، كتدخل ليه من الجانب الاجتماعي، كتدخل ليه من الجانب الاسري، دخلتي ليه حتى في العقيده ديالو. وهنا واحد خاص الانسان يجلس مع راسو، خاصو يتصالح مع نفسه اولا، ثم يعرف شنو المسؤوليات اللي تعطاتو داخل ديك الحكومه باش يقدر انه يتصرف في المجتمع، اما شي حاجه على عواهينها بهذا الشكل هذا، فكتولي بان الانسان خاصو فعلا يرحل من ذاك المنصب لانه لا يستحقه، ماشي لكصفاته ولكن ما يمارسه بذاك الكرسي لا يدخل في اختصاصاته. راه السيد ولا كيتحكم جميع الوزارات، وهذا الشيء هو اللي صعيب داخل هذه الحكومه. ما عرفناش شنو هي الغايه وشنو هي السبب وشنو هو الحقد الدافي اللي عنده في هذه المهن الحره كامله، وانما خاصو يراجع نفسه، والا فعلا خاصو انه يرحل ويقدم الاستقاله ديالو، لانه هو كيقول لك انا لا تعديت على المحامون خاصني نقدم الاستقاله. فكنقولوا له السيد وزير العالي، اعتديت على جميع الحقوق واعتديت على جميع الشرائع واعتديت على جميع المصادر، وانا لك فعلا تكون لك الجرأة الكافيه في ان تقدم استقالتك. اللي اختلفت اللي تغيرات مع تغير الزمن تقريبا حنا ما يناهز واحد الشهر، وحنا على نفس النهج ديال النظام. اليوم اكيد انكم كتشوفوا على انه غتكون هذه وقفه امام المحكمه المدنيه، غادي يتلوها ان شاء الله، غادي يتلوها واحد الاعتصام اللي غيكون انذاري. نتمنوا من الله على انه هذه الاشاره هذه التقطوا المسؤولين، وانه يكون الحوار جاد ومسؤول حول خاصه الملف الضريبي، خاصه ما يتعلق بالمسطره الجنائيه، مشروع المسطره الجنائيه المدنيه، وكذا المسوده ديال قانون المهنه. فبالتالي اليوم غادي تبدا، غادي يبدا التصعيد في النضالات اللي تنتمناو على انه يوصل في اقرب وقت للمسؤولين. يقول البعض هو التصعيد على حساب اغراض المواطن العادي اللي كيجي بخير الاغراض ديالو. هو بالعكس، المواطن اكيد اننا كنوصلوا ليه المعلومه، المحامي لا يدافع عن نفسه، لا يدافع عن البدله ديالو بالاخص، ولكن كيدافع عن المصالح ديال المحامون، وخاصه المواطن الطريقه باش يولج بها العداله. اظن على انه الطريقه باش بغاو يقادوا بها الملف الضريبي غدا تكون اكثر اضرارا للمواطن ما تكون مضره بالمحامي. فهذا النضال ديالنا باش نكونوا واضحين وتوصل المعلومه للمواطن على انه راه نضالا للمواطن وليس نضالا اكيد على انه حنا قبل كنقولوا انه الزميل ديالنا ولبس معنا هذه البدله ما يناهز واحد 30 سنه، وكيعرف ما يعانيه المحامون داخل رداهات المحاكم. هذا السيد هذا انا اللي غنقول له والله الله يهديه، لانه المسؤوليه والكرسي شويه صعيب، انسان ملي كيبرك على الكرسي كيصعب عليه لانه يعاود ينزل من فوقه. نتمنى على انه راه يدير في باله راه الكرسي راه زائل، وغدا وبعد غدا المسؤوليه راه ما غتبقاش، وغيلقى راسو امام المحامون وجها لوجه، وكنتسائل كيفاش غادي يتعامل معه. بسم الله الرحمن الرحيم. استاذ محمد ورده المحامي بيئه الدار البيضاء، ياتي هذا الاعتصام وهذه الوقفه اليوم كسلسله من النضالات التي صدرتها هيئه المحامين في الدار البيضاء، وكذلك بعض الهيئات بالمغرب، احتجاجا على مسوده المشؤومه، احتجاجا على قانون الماليه الذي يمس المواطن ويمس جيب المواطن، ولا يفرض على المحامي اقتطاع من المنبع. اذا اقول انهم اخطاوا، ان الحكومه اخطات في التشريع لاقتطاع من المنبع، لان هذا المحامي ليس تاجر، وان المواطن محق اللجوء الى القضاء، فان كانت هناك ضرائب فاننا نمنعه من اللجوء الى القضاء لضمان حقه. اليوم نقول مره اخرى لا ثم لا لاهانه المحامون، لا ثم لا للتعامل مع المحامي باذان صامه، لا للتعامل باستعلاء مع من اداره المحامون. اذا نقول لا بد من الحوار، والحوار ونحن عندنا واحد السقف عالي، وهذا السقف غادي يقدر يتطور اعتصامات وضربات عن طعام ومسيرات. اذا كنحييكم مره اخرى ثانيه.